هذا هو الخطأ الكبير. نعم. أصحاب السكر ما خصهمش ياكلوا بعدا بروتينات بكثرة، بروتينات حيوانية بكثرة، لأنها كتولي عندهم ريزيستانس ديال الأنسولين، يعني ملي مقاومة الأنسولين. نعم، يعني لما كتوصلش الأنسولين للخلية فيها الدسم وفيها الكوليسترول، والناس ديال السكر ممنوع عليهم الدسم الحيواني وممنوع، ما خصش الكوليسترول ديالهم يطلع. نعم. الى طلع عندهم الكوليسترول ولا داروا السمنه، كيولي عندهم كيتزادوهم مشاكل اخرى، يعني كيولي مضاعفات السكري، كيولي عندهم القلب والكلية. نعم. صحاب السكري الا كان عندهم ارتفاع الضغط وعندهم كوليسترول، خاصهم يحبوا ارتفاع الضغط والكوليسترول، وما كيبقاو حاضرين مع السكر وكيخليوه هذاك ارتفاع الضغط، كيولي عندهم مشكل ديال العين، ولا عندهم مشكل القلب، ولا عندهم مشكل ديال الكليه. نعم. ربما هذه الطريقة اللي غادي يعني يتبعوها، ربما غادي السكر ديالهم يولي جيد، والطبيب ربما ينقص لهم من كمية الأنسولين، ولا ربما يزول لهم كاع الأنسولين. والليمون هادو ما كيديروش مشكل لصحاب السكر، يعني ما ياخذوش العصير ديال الليمون، ياكلوا الليمون. نعم. لان هذيك الالياف الخشبيه ديال الليمون حتى هي جيده لصحاب السكر. كيدخلوا يحاولوا يدخلوا الحبوب، هذه الحبوب الغذائيه مثل حب الرشاد ومثل الحلبه. مرض السكري يعني اشياء ما معروفاش، يعني رغم ان شحال من عام هذه وكثرة الحديث وكثرة الكلام وكثرة النصائح وكثرة ما إلى ذلك، كثرة الأخطاء الشائعة، كاين أشياء ما معروفاش الآن. الناس ديال السكري كاين أشياء ما إلى حد الآن ما عارفيناش. نعم. ولا حتى في العالم الغربي كاين أشياء ما معروفاش، لأن هذا هو المشكل، لأن مرض السكري يتصل بالتغذية 100%. مرض مع الأسف الشديد هذا المشكل ديال علم التغذية هو مازال نقص في كليات الطب في العالم، ماشي في المغرب، في العالم كليات الطب نقص في علم التغذية، ماشي لا نيتريسيون، علم الأغذية، ماشي علم التغذية، علم الأغذية، لي سيونس أليمونتير، اللي فيهم يعني جميع هو عالم، علم التغذية عالم ماشي مادة. نعم. فهذا المشكل ديال الناس ديال السكري كيبقاو حاضين مع الحلاوة، كيبقاو حاضين غير مع السكر، وكيمشيو للأشياء الأخرى، يعني ذاك الكمية ديال ذاك التخوف ديالهم من السكر كيخليهم ياكلوا اللحوم بكثرة. علاش؟ لأن كيرتاحوا للحوم لأن ما فيهاش السكر، وهذا هو الخطأ الكبير. نعم. صحاب السكر ما خصهمش ياكلوا بعدا بروتينات بكثرة، بروتينات حيوانية بكثرة، لأنها كتولي عندهم ريزيستانس ديال الأنسولين، يعني ملي مقاومة الأنسولين. نعم، يعني لما كتوصلش الأنسولين للخلية، يعني واخا ياخذها ولا واخا تنتج يعني في الجسم الداخل، ما كديرش العمل ديالها، كثرة البروتينات كتحبس الأنسولين، كدير واحد المقاومة ديال الأنسولين، يعني معروفة عند في الطب، معروفة القضية ديال ريزيستانس الأنسولين، معروفة هذه جيدا. يعني ثم يعني اللحوم هذه اللي كياخذوها اللي كيمشيو اللحم، اللي كنقولوا لحوم جميع انواع اللحوم باش ما نبقاوش نضلوا الناس، دجاج، بيبي، غلمي، بقري، معزي، يعني باش نكونوا واضحين. الا الاسماك، الاسماك ما دخلش معها، الاسماك غنتكلموا عليها. هذه القضيه ديال اللحوم، علاش؟ لان اللحوم الا كانوا اللحوم غادي يكثروا البروتينات، بروتينات كدير ريزيستانس للانسولين، فيها الدسم وفيها الكوليسترول، والناس ديال السكر ممنوع عليهم الدسم الحيواني وممنوع، ما خصش الكوليسترول ديالهم يطلع. نعم. الى طلع عندهم الكوليسترول ولا داروا السمنه، كيولي عندهم كيتزادوهم مشاكل اخرى، يعني كيولي مضاعفات السكري، كيولي عندهم القلب والكليه. نعم. كتولي مضاعفات. فممكن اصحاب السكري يعيشوا بسلام، خصوصا النساء. النساء ما عندهم حتى مشكل، مازال الرجال شويه كينخرهم هذا السكر، كينخرهم شويه كيرخيهم، ولكن بالنسبه للنساء ما عندهم حتى مشكل، بشرط ما يديروش سمنه، يعني شرط الجسم ديالها ما تزادش فيه الشحوم، ما يعيش بسلام، ما كانش مشكل. هاد الاشياء اللي ما معروفاش الان هي هاد القضيه هذه ديال ان اصحاب السكر عندهم مناعه منخفضه. المناعه منخفضه ما خصش يزيدوا يخفضوها بتناول يعني الوجبات السريعه والاكل الخارج للدور، وحتى طرق الطبخ بالنسبه لصحاب السكر ممنوع عليهم المقليات، الحاجه اللي مقليه والحلويات وهذا الشيء ديال الطبخ الحديث ممنوع على اصحاب السكري، لان غادي يزيد يضعف لهم المناعه ديالهم.
يعني هذا هو المشكل. انا يعني انا سمعت في في في, في ندوات قال لك قلت لك ماشي غير في المغرب, انا حتى ندوات دوليه عالميا. ندوات دوليه لقيت بان بعض الباحثين كينصحوا مثلا بالاجبان, وهي الاجبان ممنوعه لصحاب السكر لان اجبان مصدر ديال الدسم الحيواني ومصدر ديال الكوليسترول, هي يعني بحال بحال اللحوم الفرماج هذا يعني هذا الاجبان هي عندها نفس وقيل اكثر يعني ان مصدرها مصدر حيواني. يعني الاجبان فيها اكثر من 70% ديال الماده الدسمه. نعم. يعني مركز الماده الدسمه مركزه يعني خطير. فهنا كاين خلل ان ممنوع المنتوجات الحيوانيه ممنوعه على اصحاب السكر بشرط ياكلوا السمك في بلاصتها يعوضوها بالسمك اللي عنده العظم. يعني حتى فواكه البحر حتى هي ممنوعه عليهم. نعم. يعوضوها السمك السمك اللي عنده العظام السمك اللي عنده السمك في الشوك. نعم. هاد السمك ثم القطاني الفول والحمص والعدس الجلبانه المسائل هذه كلها جيده لصحاب السكر. علاش؟ لان القطاني فيها بروتينات مرتفعه يعني ممكن تعوضهم على اللحم وما فيهاش الدسم وما فيهاش كوليسترول وفيها الياف دائبه فيها الياف خشبيه جيده وفيها املاح معدنيه يعني مثل مكون مثلا الموليبدان ومكون هذا معدن الموليبدان هو كيديتوكسيفي كيخرج السموم من الجسم مثل الكبريت هذه. فالطبخ ديال صحاب السكري خاصو يكون بزيت الزيتون. نعم. خاصهم يطبخوا بزيت الزيتون وخاصو يكون طبيخ المنزل يعني ما يكونش قضيه مقليه ولا حاجه ولا ذوك الشهيوات اللي كيداروا صحاب السكري ما عندهمش قضيه ديال الشهيوات. خاصهم طبخ عريق بالخضره والبلول والمراق بزيت الزيتون وياكلوا ما كاين حتى مشكل. ياكلوا الفواكه الجافه اللوز والقرقاع جيده تمر وشريحه ممنوعين. بالنسبه للفواكه ممنوع عليهم يعني العنب بحال العنب حلو هذا بحال العسل بحال الزبيب بحال هذه الاشياء هذه ممنوعه على الاشياء حلوه هذه ممنوعه من الاحسن يعني من الاحسن. كاينين بعض النصائح الان تيقول لهم واخا تاكل العسل خطا العسل فيه سكر مرتفع خصوص مع تقنيه الانتاج ديال العسل الان ولاو كيعلفوا النحل يعني من الاحسن صحاب السكر ما يقيسوش العسل من الاحسن ما يتناولوش عسل ولو يكون عسل حر خا يكون عسل حر إذا كان عنده مثلا سكري من نوع الثاني سكري من نوع الثاني وبغى ياخذ شي شويه ديال العسل بحال ولكن ما ياخذش معاه سكريات اخرى. نعم. سكري من نوع الثاني يعني اللي كياخذوا الانسولين. لا اللي ما كياخذوش الانسولين. نعم. النوع الاول هما الميليتيس هي اللي ما كياخذوا الانسولين النوع الثاني. لان هذوك ممكن ياخذوا العسل. تقدر تكون غير مع العمر تقدر تكون رينال يعني غير قضيه كليات تقدر تكون عنده اشياء اخرى هذا. نعم. سكري من نوع ثاني وسكري كياخذوا اصحابه بعض الاقراص واللي خاصهم تاع الحركه وربما اذا تحركوا داروا نظام غذائي ربما ما ياخذوا حتى حاجه غادي يكون كافي جدا. بالنسبه للنشويات. نعم. الدقيق الابيض ممنوع على اصحاب السكري خاصهم النخاله خاصهم القمح كامل ولا الشعير شعير قمح كامل يعني علاش النشويات خاصها تكون مع الالياف ديالها علاش باش ما تخليش الكوليسترول يطغى على اصحاب السكري. بالنسبه للفواكه الطريه يعني عندهم الهنديه جيد عندهم الهنديه والرمان دابا ما كاينش الهنديه ولكن على الاقل المهم غير تكون عندهم معلومه الهنديه والرمان والتفاح والليمون هادو ما كيديروش مشكل لصحاب السكر يعني ما ياخذوش العصير ديال الليمون ياكلوا الليمون. نعم. لان هذيك الالياف الخشبيه ديال الليمون حتى هي جيده لصحاب السكر هي اللي كتخفض لهم شويه يعني الكوليسترول الداخل وما كتخليش البوست برون ديال يعني هذه القضيه ديال الوجبه ملي كياكلوا صحاب السكري ملي كياكلوا كيطلع السكر فجاه هذه هي اللي ما خصهاش تكون عندهم. كيدخلوا يحاولوا يدخلوا الحبوب هذه الحبوب الغذائيه مثل حب الرشاد ومثل الحلبه ومثل زريعه الكتان تكون في التغذيه ديالهم علاش لانها هي فيها مكونات فيها فيتوستروجينات نعم. هي كتعاون النظام الهرموني ديالهم والمناعه ديال صحاب السكري ما خصهاش كما قلت ما خصهاش تكون منخفضه الا كانت المناعه طالعه راه ما كاينش مشكل. صحاب السكري الا كان عندهم ارتفاع الضغط وعندهم كوليسترول خصهم يحضيو ارتفاع الضغط والكوليسترول وما كيبقاو حاضرين مع السكر وكيخليو هذاك ارتفاع الضغط حتى كيولي عندهم مشكل ديال العين ولا عندهم مشكل ديال القلب ولا عندهم مشكل ديال الكلى. نعم. يعني خصهم يردوا البال لان الوزن ديالهم ما خصوش يتزاد خصهم يتحركوا وخاص الماكل ديالهم تكون نباتيه وتكون طبيعيه ويكون طبخ بزيت الزيتون وياكلوا طبخ المنزل ان شاء الله ما يكون عندهم حتى مشكل. نعم. لا اظن يكون عندهم مشكل طبعا ياخذوا الادويه ديالهم بانتظام ما كاينش مشكل وربما هذا 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 النمط العيش ربما هذه الطريقه اللي غادي يعني يتبعوها ربما غادي السكر ديالهم يولي جيد والطبيب ربما ينقص لهم من كميه الانسولين ولا ربما يزول لهم كاع الانسولين. نعم. ولكن يكونوا تحت مراقبه طبعا طبيه لانه ولاو دابا عندهم باش يقيسوا السكر ولا عندهم مسائل هما غير ما يثيقوش في القياس ديال الضغط
القياس ديال الضغط ما يتيقوش فيه، لكن الناس كثار كان هذيك البراسلي يعني هذيك الاله اللي كيقيسوا بها الضغط مره يمشيوا للمستشفى ولا عند الطبيب باش يقيسوا الضغط بهذاك الميزان اللي كيكون في الحيط، هذاك هو اللي كيعطي واحد التدقيق جيد، ولا يمشي لعند يعبر لاطونسيون عند الطبيب يكون احسن، لان كاين الناس اللي كيبقاو يعبروا بهذاك البراسلي بعض المرات ما كيعطيهمش معلومات جيده.